السلام عليكم محنناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كرح بكم الجديد على قناة إبداعاتنها للنواعم للزينوشات. كنتم تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة ولا أروع لزيادة الخدود، يعني الحجم ديال الخدود ما شاء الله غيولي عندك حنيكة. تقولي راكي دايرة بوتوكس، دايرة فيلر، يعني واحد الحاجة اللي هي فنة بزاف. وكنشكر كل البنات اللي كتبوا لي تعليقات جد رائعة، واللي كيقول لي راه توحشناك، اش هاد الغيبة، ما هذه الغيبة يا فتاة، فين كتمشي فين كتهربي. والبنات اللي كيدعيو ليا بدعوات الخير، كلكم يا الغزالات ديالي، راكم في القلب وراني كنبغيكم بزاف بزاف. الله يخطيكم عليا. والبنات اللي بغاو يعني يتابعوا معايا الحياه ديالي بشكل يومي فعليكم بانستغرامي اللي هو نهى توفيق. نهى توفيق تك غادي يطلع لكم ابداعات نهى للنواعم، فادخلوا مرحبا بكم. وكذلك البنات اللي بغاو يكونوا معنا على بث مباشر اللي كنعملوا دائما، الصراحه البنات راه كنهبلوا فيه مع بعضياتنا وكنضحكوا وكنشطوا كلشي كلشي على قناتنا روتينات حياتي. وكذلك اللي عندها اي مشكله ولا اي سؤال مهما كان محرج فكنناقشوه، فما تحشميش لان القناه خاصه بالنساء فقط، واي راجل كيدخل علينا كنعطيو ليه بلوك انا والادمين. فكنتمنى فعلا انكم تجيو مرحبا بكم على قناتنا روتينات حياتي. فاليوم غتشوفوا معايا هذه الوصفه، كما قلت لكم راه زوينه يا البنات، وصراحه كتغلض الحنيكات، يعني غتلاحظي فعلا خصوصا البنات اللي كيتزادوا من الجسم كله الا الحنيكات عندهم. وكذلك هذه كتصلح حتى البنات اللي عامرين مثلا ريجيم ولا دايرين شي، المهم شي ريجيم قاسي ولا غير المهم دايره دايت غير هكاك باغا تقاد لاطاي، وكيبدا ليها داك الرق كيبدا ليها من الوجه. فهاد الوصفه راها ديالكم، وكذلك فيها مكونات اللي هي زوينه بزاف يا البنات، راها كتجبد الوجه، راه ماشي غير كتغلظوا، كتحسوا بالوجه ديالكم بومبي ما شاء الله ومجبد، ما فيها لا خميره لا حتى حاجه، سيرتو البنات اللي راهم كيخافوا من الخميره، وكلها مواد طبيعيه مليون بالمئه. يا اختي خليني نزيد فيه نقول بليون بالمئه. فمكوناتنا، اول مكون معنا اللي هو الزبادي او اليوغورت، كيما كان ولا الا عندكم الجبن اللي كيكون مركز. انا هنا استعملت الجبن المركز، عرفتوا علاش ما كنستعمل فيها هذا؟ لان كتولي ليا بحال الشكل ديال الكريمه. وهنا عندي واحد الخليط اللي درت فيه جوج ديال المكونات، وكذلك واحد المكون الثالث الا بغيتو تضيفوه، ما بغيتوش يا اختي ما تضيفيش، لان هذاك المكون المشكل ديالو كيخلي ديك الريحه كاين اللي ما كيبغيهاش. فعندي هنايا بزر الكتان او زريعه الكتان مطحونه، وعندي كذلك الصوجة اللي هي هذه طبعا مزيان ما كتعرفوش الصوجة ها هي الغزالات ديالي. عندها كنت مشاو تشريو فول قناوة، لان كاين بعض البنات صيفطوا لي تصاور ديال فول قناوة. فول قناوة كتكون فيه واحد التويشيه هنا كحله، هذاك ما تستعملوش ابدا في هاد الوصفه، فهو يمكن يصلح لكم الوصفه اخرى ان شاء الله. بغيتو نهضر عليه نهضر عليه ماشي مشكل. فخديت هذه ما قليتها ما حتى حاجه، ما تقليوهاش، وتا زريعه الكتان ما تقليوهاش، راه يعني واحد الحاجه اللي فنه فنه بزاف بزاف. فخذوا تقريبا ملعقه كبيره على ملعقه كبيره، ماشي مشكل، خلطوهم بجوج وطحنوهم في المطحنه الكهربائيه. وغادي نحتاج كذلك الى واحد المكون ديالي انا يا اختي ما نزوق عليكم، شوفوا انا دايره هنا في هذه القرعه اللي هو الارز او دقيق الارز. بالنسبه للبنات اللي ما لقاوش يعني عند العطار او انهم خايفين يشريو شي حاجه مخلوطه، فانا الصراحه كنخاف البنات نشري شي حاجه تكون مخلطه بشي حاجه اخرى، فكنفضل انني نصاوبو في الدار. ما عليكم يا الغزالات ديالي الا تكتبوا دقيق الارز ابداعات نهى للنواعم غادي تطلع لكم الطريقه، كتبوها في بحث اليوتيوب غادي تطلع لكم الطريقه، فهي جد جد بسيطه. صوبت معكم يا البنات وقيلا بجوج دقائق، والفيديو كان قصير قصير جدا. ف حيدي علينا يا هاد الوريضه ياكي ابتعدي. فاول حاجه غادي نديرها عندي هنايا تقريبا حسب الجمجمه ديالك يا حبيبتي، عندك الجمجمه كبيره ديري جوج معالق، عندك جمجمه صغيره ديري غير ملعقه صغيره، ولا الا بغيتي تستعمليها لديداتك راه كترطب لديدات ما نقولش لكم. وطبعا غادي نجيب واحد الملعقه اخرى، وغادي نستعمل هنايا شوفوا معايا ملعقه مملوءه من دقيق الارز، وكذلك غادي نستعمل واحد الملعقه هي مملوءه من، الا بغيتو بامكانكم تستعملوا جوج، استعملوا نتوما جوج، لان صراحه راه كتعطي واحد النتيجه لهذا الا عندك ديجا الحنيكات بلا ما تستعملي بزاف. ولكن الا انت يلاه باغا تربي الحنيكات زوينه دي ديال تربي، الا يلاه باغا انك تزيدي في الحنيكات فديري جوج ديال المعالق من مزيج بزر الكتان ومزيج الصوجة فول او فول الصويا كما كيسميوه، وكذلك ملعقه صغيره من دقيق الارز. غتمزجي كلشي بهذه الطريقه تولي على شكل كريمه
هكا كما كتشوفوا معايا الغزال. والطريقه ديال التطبيق اكيد غادي نوريكم الطريقه ديال التطبيق على صديقتي. وها هي عبوش، هي عبوش جبتها لكم. طبعا عبوش واحد الصديقه، صديقه القناه اللي كانت تسميها عليها عبوش. طبعا نتوما اختاروا لها شي اسم، ما عرفتش غنسميها فريده ما نعرف. المهم شحال هذه صراحه ما بينتهاش معكم، والناس كيطلبوا مني يقولوا فين هي المساعده الرسميه. فالطريقه على وجه يكون نظيف يا البنات، ضروري هذه الوصفه تعمل على وجه يكون نظيف وما تقرزوش. فحطوها ليا بوفره بهذه الطريقه، ماشي مشكل حتى لو حطيتوها في البلاصه اللي كيكونوا فيها هاد السغن هادو، راه ماشي مشكل. فبالعكس غتلاحظوا كذلك ان السغن عندكم راه او الهالات السوداء بداو كيخفوا شويه، وبامكانكم توزعوها على كامل كامل الوجه بكل رفق وحب وحنان على الوجهيه ديالك. تهلاو ليا في الوجهيه الصراحه، لان الوجه خصك تهلاي فيه بزاف بزاف، ماشي غير في الوجه، كاع الجسم كله، ولكن الوجه ضروري تهلاو فيه. ما تهملوش، راه تلبسي لي مارك، تلبسي ما تخلي ما تشري ما تخلي ما ديري، ما تهميتيش بالوجه ديالك، صافي غير خصك تهتمي بالوجه ديالك. شوفوا معايا الغزالات ديالي. وكذلك بامكانكم تعملوا واحد الطبقه تكون رقيقه، طبعا درت معكم وطلسوا باليد بامكانكم الى بغيتوا نوريكم يا الحبيبات ديالي. بامكانكم تستعملوا هذه، ها هي انا هذه الصراحه كنستعملها خاصه للوجه، مي كنستعملها لهذوك الانواع اللي كتكون خفيفه، الماسكات اللي كتكون خفيفه. اما الماسك في حالتي ما كان ثقيل بحال هذا، فانا احب ان اطلس بيدي. زوين هاد اطلس على فكره، راه ماشي غير مصطلح كنضحك به، عارفه ما كاينش اطلس في اللغه العربيه الفصحى. فغادي نخليوها هي الغزالات ديالي، طبعا غادي تكوني مسترخيه، ماشي تهضري ليا مع صاحبتك ولا ديري لي غيماس ولا تخصمي ليا على الوليدات ولا ولا ولا، تكلمي ليا مع راسك. ومادام هضرنا على هذا الموضوع، الله يجازيكم بخير، سيغتو النساء المتزوجات واللي عندهم اطفال، عفا الغزال ديالي عطي واحد السويعه لراسك ياكي. لا ما تطلسي حتى حاجه، تكلمي ليا وتصنطي ليا العظامك ورتبي اورائك في دماغك، فهمتيني الغزال. فإلا كتمشيو دائما غير خدامه قنت تعطيك القنت قنت تعطيك القنت، راه ما غاديش ديها في راسك وما غتسوقيش راسك، غتولدي الولد الاول والثاني وتلقاك الوقت راكي مهرطله وحالتك. فعافاكم اهتموا ليا براسكم الغزالات ديالي، وماشي على قبل شي حد، اهتمي براسك لاجلك انت يا حلوه. فغادي تخليوها على الوجه لمده 15 دقيقه حتى كاع ل 20 دقيقه، ما عندكش الوقت خليها غير 10 دقائق. وهذه كتستعملوها هي الغزالات ديالي لمده 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع راه غتعطيكم نتيجه ولا اروع. يعني وصفه لزياده الحجم الخدود في 3 ايام، واحد الحاجه اللي هي فنه بزاف. وبامكانكم تستعملوها كذلك للتجاعيد، هذه كتصلح للتجاعيد، دوك التجاعيد اللي كيكونوا هنا. وابخي مني غادي تحيدوها، فالطريقه انكم حيدوا بعدا هاد المكونات بهذه الطريقه، طبعا من الاسفل الى الاعلى في الوجه باش ما تسببوش ترهل. ثم غادي تبداي ديري واحد المساج اللي بحال هكا، هذا هو المساج الصحيح للوجه. فالبنات اكيد غنوريكم كذلك الطريقه ديال ازاله الشعر في المانكان، واحد الطريقه اللي هي فنه بزاف. وهاد البلاصه غديري بحال هكا بحال الشكل ديال النخله. ثم غادي تغسلي ليا الوجه ديالك، ومن بعد ما غادي تغسليه فغادي تغسلي طبعا بصابونه القمر. فصابونه القمر واحد الحاجه اللي هي فنه بزاف، واللي انا صوبتها معكم على القناه، ما عرفت عاوتاني فين حطيتها، ما عرفت. المهم الفيديو اللي قبل هذا راني وريتها لكم في البلاطو، وان شاء الله اخبار غادي تعجبكم بزاف في القريب العاجل باذن الله فيما يخص هادشي ديال الوصفات. فبالنسبه لصابونه القمر فكنصحكم بها وبشده انكم تستعملوها دائما بعد كل وصفه، لانها كتنقي الوجه وكذلك كتحيد لكم الشوائب وكتجبد الوجه. يعني واحد الحاجه اللي هي فنه، وقليل البنات اللي ما جاتش معاهم، قليل بزاف. فهذوك اللي ما جاتش معاهم اكيد عندهم مشكله في القولون، يعني القولون ديالهم عندهم في مشاكل، لهذا استعملوها. ومن بعد دائما دائما بعد اي وصفه استعملوا ترطيب بزيت جوز الهند، او انكم ويلي هذا الشيء طاح، زيت جوز الهند اللي هو هذا. طبعا باغا نمشي نغسل يدي، ولكن عارفه عاوتاني غنطول عليكم الفيديو الغزالات ديالي. طبعا باني هلي يا قمر هلي. زيت جوز الهند طبعا خاصو يكون الحقيقي البيور، تقلبوا عليه على الحقيقي، لان باش غتعرفوا الحقيقي والمزور، المزور راه كتكون فيه الريحه ديال جوز الهند عاطيه، لانهم زايدين عليه ديك الريحه المصطنعه. اما الحقيقي راه ما تكونش فيه الريحه، لان بعض المراحل اللي كيدوز منها راه ما تكونش فيه الريحه الا في واحد الحاله، الا هذاك جوز الهند اللي كيكون مجفف هو ديجا داروا ليه حتى هو الريحه.
ثم دائما الوجه باش تهتمي به ويكون وجهك زوين، دائما تستعملي الواقي الشمسي. عرفتي واخا تعيشي في دوله اوروبيه ما يكونش فيها، ما تكونش يا اختي الشمس كاع ما تشوفيها، ضروري انك تستعمليه، لان هذاك خاص بدوك الاشعه البنفسجيه، لان فعلا واحد الحاجه اللي هي رائعه وكتحمي لنا البشره. كنتمنى يا رب الغزالات ديالي يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، ولا عندكم يا الغزالات ديالي اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. ما تنسونيش الغزالات ديالي، دعيو معايا ربي يحقق لي اللي في بالي. وما تنسونيش باش دعوات ديال الخير من الاعماق، من الاعماق، لان انا كذلك كنعطيكم الغزالات ديالي اللي وصفت من الاعماق والله. ودعوا لي مع الوالده ديالي بالرحمه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.